السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء دوما بهذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم فيه أبواب الخير وأبواب التيسير، وأن يحقق لنا ولكم الرجاء ويبلغنا وإياكم المقصود. موضوعنا لحلقة هذا اليوم أفدت وإياكم عن شروط جواز الخطبة، وهذا في إطار هذه السلسلة التي نقيمها هذه الأيام حول الخطوبة وحول حفلات القران والزواج، التي غالبا ما تكون في السنة النبوية الشريفة تكون في شهر شوال. اعتاد أهل الإيمان وأهل اليقين أنهم بعد صيام رمضان الأكرم وبعد صيام الست من شوال يفتحون أبواب الخطبة وأبواب عقود القران والبناء والأعراس والحفلات. في حلقات سابقة بينا بأن الخطوبة هي ليست زواجا وإنما هي وعد بالزواج، وتحدثنا عن العلاقة بين الخاطب والمخطوب والمشاكل التي قد تعترض طريقهما، سواء منها المادية أو النفسية أو الفكرية، كل هذا لكي نتفادى الوصول إلى الباب المسدود. نريد أن تستمر هذه القافلة لتنتقل من الخطوبة إلى عقد القران، إلى البناء، إلى الزفاف الميمون، إلى تكوين أسرة مستقرة. حديثنا اليوم عن شروط جواز الخطبة، وهذا يقتضي منا أن نتحدث بأن الخطوبة لكي تكون صالحة لابد أن تكون المرأة التي يريد أن يخطبها الإنسان فيها مواصفات القبول، لأن هناك موانع تمنع الإنسان من أن يخطب امرأة لفصيلات معينة. أولها، قد تكون هذه المرأة مطلقة. المرأة المطلقة هل يجوز خطبتها أم لا؟ إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، أي نعم يجوز خطبتها، ولكن إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، الطلاق الرجعي اللي هو المرأة كتكون طلقت إما مرة واحدة أو مرتين، لأن الطلاق ثلاث مرات، في المرة الثالثة كتكون الساعة محرمة ولا تحل لزوجها إلا بعد أن ينكحها زوج آخر. ففي هذه الحالة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي ما تزال في فترة العدة، هذه لا يجوز التقدم إليها بالخطوبة. لماذا؟ لأن المطلقة طلاقا رجعيا زواجها لا زال قائما، لأن ممكن في أي لحظة تعود العلاقة بينها وبين زوجها. في أي لحظة، الطلاق الرجعي هو الذي ممكن أن يتجاوز المطلق والمطلقة غضبهما ويعيد الكرة مرة أخرى ويصير زوجين كما قام، ما داموا في فترة العدة. فترة العدة هي 14 أيام. فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز خطبتها. كذلك قد تكون المرأة توفي عنها زوجها، المرأة متوفى عنها زوجها وهي لا تزال في فترة العدة، أيضا لا يجوز التقدم لها بالخطبة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر فيه نوع من الحساسية الزائدة، إلا إذا كان عن طريق التعريض. التعريض يعني غير بالإشارة، ليس التصريح. التصريح
للمرأة المتوفى عندها زوجها هي مازال حزينة، وأهلها أولياء الميت لا زالوا حزينين، ثم كيجي آخر ويتقدم لها بالخطبة، هذا فيه نوع من المس بكرامتهم ومشاعرهم ولا يليق لهذا المرأة المتوفى عند زوجها في فترة العدة، لا يجوز أن نتقدم لها بالخطبة. ولكن إذا كان بالتعريض، التعريض يعني إشارة بشكل خفي، وهذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم. كان امرأة معروفة اسمها سكينة توفي عنها زوجها، فتقدم لها أحد أهل بيت لله، أحد أهل البيت اللي هم معروفين بالكرامة وبالعلم وبالتقى، وعرض لها ملي جا يعزيها، هي يلاه مات لها الزوج ديالها، وجا هو كيعزي وكيقول لها: إنك تعلمين قرابتي من رسول الله وقرابتي من سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه وموضعي من العرب. هذه العبارات ما يقصد بها، يقصد بها يعني بعد أن تمر عدتك ستتقدم إليك بالخطبة. فهذه المرأة قالت له: غفر الله لك يا فلان، إنك رجل يؤخذ عنك الحديث، فلماذا تقول هكذا؟ قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله. هذا المقصود الفقهاء قالوا بأنه التزم التعريض الخفي البريء الذي ليس فيه تصريح، التصريح هو فيه منع وفيه نهي، خصوصا إذا كان أمام الملأ وإذا كان أمام العائلة، لأن الميت كيشعر بأن كرامته تجرح. هناك شيء آخر في الخطبة الغير اللي ممنوعة، وهي أنه لا يجوز أن يخطب المرأة وقد خطبها شخص آخر. المرأة هي مخطوبة أصلا، ثم يأتي آخر ويتقدم لخطبتها يرغب فيها، هذا ممنوع، لأن الدين الإسلامي دين يحرص على أن تظل العلاقات الاجتماعية بين المسلمين طيبة وحسنة، وترعى فيها مشاعر الأخوة والمودة والمحبة. فإذا خطبت المرأة لرجل عايشة حالة ديال الانتظار لكي يعقد عقد قران، طبعا الخطوبة كما قلنا ليست زواجا وإنما هي وعد بالزواج، فالحل لشخص آخر أن يدخل على الخط ويطلب منها الزواج أو يطلبه من ولي أمرها ما دامت الخطبة الأولى قائمة. لماذا؟ لأن هذا فيه نوع من الإضرار بالآخرين وإداية لمشاعر وأحاسيس الآخرين، هذا كله هو ممكن دخلوا في حقوق الإنسان. حقوق الإنسان الشريعة الإسلامية كانت سباقة لمبادئ حقوق الإنسان، ليس كما هي الآن في المواثيق الدولية، بل هي أكثر من ذلك وأوسع من ذلك، والذي وضع هذه الحقوق هو الباري عز وجل. فانظروا إلى هذه الأخلاقيات والسلوكات، وهي كثيرة جدا أشار إليها الفقهاء والمحدثون منذ زمان، ومن إليها يرى بأن الإسلام كان سباقا لإقرار أدق التفاصيل لمبادئ حقوق الإنسان. فالمرأة إذا كانت مخطوبة وحضر آخر يريد خطبتها، هذا فيه إلحاق للضرر بالإنسان الخاطب الأول وإداية لمشاعره وأحاسيسه، ولا ينبغي أن يظهر، ينبغي الثاني أن يختفي، لأنه قد يغري المرأة، قد يكلم هاتفيا أو قد يظهر في محلات تتزوج فيها، فتقع المرأة تحت إغراء الخطيب الثاني أو تفتتن به، فتضطر إلى أن تفسخ الخطبة الأولى وتعود ترجع عند الخطيب الثاني، وربما بغى الديوان، وهذا واقع كثير. ياما هناك الفتيات كيجا خطيب ذوي الصدق ذوي المعقول، ولكن كيظهر لها في الصورة خطيب آخر كي يبدو وسيم وأنيق وعليه مظاهر الحضارة والحداثة، فيكلمها عن بعد فهي تفتتن به ويغريها، ومن ثم كتخلق مشكل مع خطيب الأول وتفسخ الخطبة معه، وتتمنى هذا الثاني أن يحضر ولا يحضر، فتضيع الأمران معا.
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال المؤمن أخو المؤمن لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. هذه قاعدة عامة في البيع والشراء. إذا كان واحد كيبيع ويشتري خلي تيكمل بيع الشراء دياله، وإلا غتكون قد وقعت في نوع من الاستياء. كذلك في الخطوبة لا ينبغي أن يقع خاطب خاطب ثم تأتي خلفه، هذا يوقع دائما فيه نوع من الضرر حتى يذر. لكن إذا خطأ إذا تركها الخاطب الأول هذا أمر جائز. إلى الخطيب الأول ربما بدت له أن الأمور غير سليمة وهو الذي فسخ الخطوبة وانصرف فله ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب أو يأذن له. الأول كيقول أنا أذنت لك، أنا صافي رفعت يدي، أنت لك أن تتقدم. وديك الساعة هذه السوق فيها طلب وعرض والأمر لابد في واحد النظام وعدم المس بكرامة الإنسان. إذا قدر الله تعالى أن المرأة هي التي رفضت الزوج الخطيب الأول، هي رفضته، أنا ذاك يجوز للخطيب الثاني أن يتقدم لخطبتها. ولكن الفقهاء يقول لك ينبغي أن ينتظر مدة من الزمن، ماشي تركها الليلة وغدا صباحا يأتي الخطيب الأول يتقدم لها. كيقول لك من الأدب ومن الكياسة أن ينتظر مدة من الزمن أيام معينة مراعاة لشعور الخطيب الأول. في بعض الأحيان قد يأتي الخطاب دفعة واحدة، ما كاينش هذا الأول وهذا الثاني، جاءوا دفعة واحدة والمرأة لم تعطي كلمتها بعد. هنا كيسموا الفقهاء بالمفاضلة والاختيار بين عدد من الخطاب. فنتصور ذلك أن الفتاة فتاة جميلة وبنت عائلة كريمة وكتبان درة مكنونة والناس يرغبون في التقدم إليها، فقد يأتون في وقت واحد أكثر من خاطب. هنا يقول الفقهاء ولي أمرها له أن يختار أفضلهم دينا وأفضلهم دينا وأحسنهم سيرة، وهي أيضا لها أن تنظر إلى من هو أقرب إلى قلبها. وهذا كيوقع كثير في الحياة المعاصرة، كتلقى الفتاة كيجوها أكثر من خاطب، فولي أمرها قد يرشدها وهي لها أن تختار الأفضل. وفي الغالب الأفضل لا، هي لا تدركه، هي تنظر فقط إلى الصورة، لكن ولي الأمر قد يكون عنده معرفة وإدراك للسلوك العام وممكن أن يطلع على التفاصيل وممكن أنذاك أن يختار الذي هو مناسب لها. وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت فاطمة بنت قبيس هذه واحد صحابية كانت فيها صفات حسنة، جمال ودين وعائلة، فتقدم لها رجلان، كان الأول هو معاوية بن أبي سفيان والثاني هو أبو جهم. فاحتارت فذهبت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الاستشارة، استشارة عباد الله الصالحين هذه مطلوبة جدا. هي في ذلك العهد استشارت خير خلق الله سيدنا رسول الله، فماذا كان الجواب؟ قال لها أنا لا أرى لك لا هذا ولا ذاك، بجوجهم لا يصلحان لك. قالت كيف ذلك؟ قال أما معاوية فهو رجل شديد الفقر لا مال، ما عندوش المال وغادي يعول عليك، هي مرادات مال. وأما أبو جهم فرجل ضراب كثير الضرب، غضوب وبسرعة يغضب ويضرب تسبقه يده. قال لي هذه الصفة الأولى، الأول ما عنده مال وكيطمع في مال الآخرين، والثاني في صفة أنه غضوب وتسبقه يده، وانت بنت عائلة محترمة ولك إلى سمحتي لي ورغبك في آخر. قال لي أرى أسامة بن زيد. أسامة بن زيد اللي هو كان من الإماء، كان عبد من العبيد، ولكن النبي الكريم كان يعلم خلقه وتدينه الصادق. قال لها إذا كان لابد هذا أحسن لك من هؤلاء، لكنها كرهت. فالنبي الكريم قال لها لو أخذت برأيي لن تندمي،
طاعة لله وطاعة لرسوله خير لك. فسمعت هذا الكلام ورضيت فاطمة بنت قبيس بأسامة رضي الله عنه وتزوجت به، وفعلا اكتشفت أن فيه أخلاق عظيمة وفي تدين صادق واغتبطت به. في الزواج أحيانا قد نصادف في الخطوبة ما يسمى بالشفاعة. الشفاعة هو أن واحد الإنسان هو غير مرغوب فيه، ما فيه صفات الزوج الصالح، لكنه يستقدم معه شي واحد من الصلحاء لكي يقوم بعملية الشفاعة. فهذه تسمى الشفاعة السلبية. هو عنده عيوب، ربما قد يكون مخمر، ربما قد يكون صاحب سوابق، فيصطحب معه شي رجل من الصلحاء من أهل التقوى أو شي واحد من أهل الجاه والنفوذ كيدي معه. نهار كيبغي يخطب كيقول له يلا معايا بالجلة ببيضات وتقدم تلول، فكيتقدم في الأمام الرجل الصالح أو الرجل صاحب الجاه والنفوذ، والناس عائلة الخطيبة كيشعروا بنوع من الحرج. هذا وسيط صعب جدا أن نرده، يقبلون بهذا الخطيب ثم ينصرف الشفيع ويبقى هذاك الآخر. هذه شفاعة كتسمى سلبية لأن فيها إضرار أحيانا بالعائلة. لكن الشفاعة الإيجابية هي أن الإنسان إذا استأنس من هذا الشاب أنه صالح وأنه ممكن أن يعف نفسه ويكون عنده مستقبل حسن، هذا فيه أجر وتواب أنك تشفع للآخرين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الشفاعة أن يشفع بين اثنين في النكاح، هذا أفضل الشفاعة. جوج الناس بغي يتزوجوا كتدخل وسيط بينهما وكتحول ما أمكن زين لهذا وكتزين لهذا وكتخيط بخيط بيض، وبالتالي كيوقع الزواج. وهذا وقع حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أمنا خديجة رضي الله عنها قبل أن يكرم الله نبيه بالنبوة، فأرسلت إليه امرأة فطنة تجيد الكلام، امرأة معروفة بالكلام الحلو والفطنة العقلية وحسن التصرف، ومشات عند النبي الكريم ديك الساعة قبل النبوة ترغبه في الزواج من السيدة خديجة. قالت له يا محمد أنت شاب وفي مقتبل العمر ولد عائلة، لا يمنعك من الزواج. فقال لها أنا حاليا ما عندي ما أتزوج به. قالت لي قد إذا كان المال قد كوفيت ذلك، لقد دعيت إلى المال والجمال والشرف. واحد المرأة جمع فيها الله تعالى كل الحسان، المال والجمال والشرف. فشفعت لأمنا السيدة خديجة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كتسمى الشفاعة الإيجابية، كتشوف الإنسان أنه صادق، أنه صالح، أنه ممكن يكون عنده مستقبل ظاهر، فكتدخل من أجل تحسين الظروف وتلميع الصورة. لكن إذا كان الشخص فيه سوء، مدمن مخدرات، إنسان ربما فيه فسق وفجور، فيه سيظلم المرأة، ثم أنت تزينه للآخرين وكيبقى من بعد كيدفعوا الفاتورة دياله، صعب. كتسمى هذه الشفاعة السلبية. هذا الفقهاء قالوا لا بد أن يكون هناك الاستشارة، ما خاب من استشار. الإنسان لا بد أنه يستشير الناس. من اللي كيجيك واحد الشخص يطرق بابك ويطلب ابنتك أو أختك، فلا بد من التحقق والتدقيق في التعرف على هذا الشخص. نسأل عن أهله، عن مكان عمله، عن سلوكه العام بين أصدقائه، هذا ليس فيه عيب، بالعكس لابد أن يكون السؤال. وكذلك الرجل يسأل عن المرأة، يسأل عن أهلها وعن سلوكها وعن علاقاتها مع جيرانها، هذا كله الاستشارة مهمة، والتحقق والتعرف كله مطلوب جدا حتى يكون الإنسان على بينة، ويسأل من يستوثق منه، لأن هناك التغرير قد يغرر بالإنسان وهو لا يدري، وهذا فيه صيانة للمرأة وحفاظا لحقوقها. وطبعا اللي سولوه شي سؤال عن بعض الشباب وهو في بغرض الخطبة لابد أن يجيب بالكلام الحسن.
ليس أنه لا يغير الحقيقة وأيضا لا يسيء ما دام يرى بأن النية حسنة. أكثر من الاستشارة هناك الاستخارة. الاستشارة تكون بين البشر، لكن الاستخارة تكون بين يدي رب البشر. ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الاستخارة في الزواج. الإنسان إذا بغى يتزوج وصعيب جدا أنه يأخذ القرار، هذا القرار سيبنى عليه حياتك المستقبلية. إذا كان قرار ناجح وكان قرار فالح وكان قرار موفق، ستكون طول عمرك سعيدا، وسوف تكون إضافة نوعية في بناء المجتمع، أسرة صالحة مصلحة. لكن إذا كان هذا القرار خاطئ ستدفع الثمن غالي، وستكون الفاتورة باهظة، وغتبقى تتعثر اللي تعثر في الخطوبة ثم جاء الزواج لقى ماشي هو هذاك وكيوقع عليه الانكسار، حياته كتصير عذاب. وأعرف أعداد كبيرة من الشباب للأسف لم يكن اختيارهم موفقا ولم يفهموا حقيقة هذه الحلقة الأولى، وبالتالي خاب ظنهم وحياتهم صارت كلها معاناة. هنا لابد من الاستخارة في الخطبة بغرض الزواج. نستخير المولى عز وجل، وإذا استخرناه فإن الله تعالى يبارك. وقد كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء والرجال عند الزواج بأن يقوموا بالاستخارة. كان سيدنا جابر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. كان يقول لهم: إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يذكر هذا الأمر زواجه بفلانة أو زواج فلانة بفلان، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما كان ثم ارضني به. طبعا لي قام بالاستخارة ربك لن يخدعك. الله تعالى يعلم المآل ويعلم المستقبل. ربنا ليس عنده زمان ماضي وحاضر ومستقبل، ربنا يرى الوقت كله في وقت واحد كأنه صفحة واحدة بين يديه الكريمتين. ومن ثم إذا استخرت بالله وكنت صادقا فإن الله سوف ينبهك. إذا كان هذا الزواج في خير ربنا عز وجل يفسح لك الأبواب، وربنا عز وجل يمهد لك الأسباب، وترى علامات ذلك بالقبول في القلوب والنفوس وتسير القافلة. إذا كان هذا الزواج ربما قد يكون فيه أضرار وفيه أخطار، الحق عز وجل يضع لك الموانع في أول الطريق، وتشعر بأن القلوب مغلقة وأن الأمور تسير في اتجاه معاكس، وتعلم أن الله تعالى يقول لك: عد من حيث أتيت. هذا الجواب الإلهي إما أن يكون عبارة عن رؤى منامية، كي لك يشوف رؤية منامية يرى هل هذا الأمر وش حق أم لا. فإذا رأى رؤية منامية جميلة فيها خيرات فيها نعيم فيها وجوه حسان، يعلم بأن هذا الخطبة وهذا الزواج راه مبارك، عليه أن يمضي ويسير في طريقه. إذا قدر الله تعالى كان ليس في خير، سيرى في المنام رؤى مخيفة مزعجة مقلقة، وأن ذاك يعلم أنه لا خير له في ذلك. من كان متعجلا ولم يرى أي رؤية، له أن يستعمل طريقة وضعها بعض الصلحاء، وهو أنه يفتح القرآن الكريم على على أي صفحة ويضع أصبعه على الآية، فإذا كانت آية فيها بشارة ربنا يتحدث فيها عن الجنة وعن نعيمها، معنى هذا أن الاستخارة في الاتجاه الصحيح. إذا وضع يده ربما على صفحة في آية معينة
ووجد بأن الآية فيها وعيد أو عذاب أو تحذير أو إخبار عن أهل النار، فعليه أن يتراجع. هي أساليب كثيرة ومتعددة، ولكن المهم ما دمت قد استخرت المولى ربنا سوف يختار لك الأفضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يديم الأفراح والمسرات على كل شبابنا وشاباتنا. فالموسم الذي نحن الآن بصدده سيكون موسم الصيف، وهو موسم الأعراس وموسم الحفلات. وقد مر في بلادنا كما هو في العالم بأسره سنتان من زمن الكورونا، كانت فيه هذه العلاقات الزوجية والخطوبة والزفاف كان محدود على نطاق ضيق. الآن وقد وقع الانفراج والناس يشعرون بالفرح ويشعرون بالسرور، ولهم أن يعبروا عن ذلك. هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شعائر الدين الإسلامي أن يكون هناك زواج، وأن يكون هناك خطوبة، وأن يكون هناك زفاف، وأن تكون هناك أفراح، وأن تكون هناك مسرات. ونبدأها من هذا الشهر، شهر شوال الذي فيه البركة. ربنا وعد بالبركة لكل من تقدم في شوال، إما بخطوبة، وإما بعقد قران، وإما ببناء، وإما بزفاف ميمون. أسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم جميعا الأفراح والمسرات، وكل رمضان وكل شوال وأنتم على ألف ألف خير. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.